مقابلات جمعية مهنية ستشير صحف والإعلام. مرحبا بالحضور إذا كان شي واحد ما تكس الصفة ديالو فمعذرة. فمرحبا بالجميع على حضوركم معنا في هذا اللقاء التواصلي الذي تنظم الهيئة المغربية للمقاولات لعرض الحصيلة السنوية أو الحصيلة الثلاث سنوات من العمل لديها، كذلك ملتقى الأعمال الأول الذي ستنظم لنا إن شاء الله في فبراير المقبل، وعرض برنامج العمل والمجلة كذلك وموقع إلكتروني. فإن شاء الله برنامج متنوع. فبداية أعطي كلمة سيد أنور أربعين مشكورا على مواكبته، وكذلك مشكور رئيس غرفة التجارة والصناعة السيد عبد الفتاح. طبعا يأتي تنظيم اللقاء التواصلي لتقديم حصيلة الهيئة منذ تأسيسها سنة 2020. فطبعا هناك زخم من الأنشطة متنوعة في مجال الترافع، كذلك في مجال التكوين، في مجال المواكبة ديال المقاولات. فهاد تقريبا قدمنا شريط فيديو اللي كيعرخ لنا هاد الانشطه اللي قمنا بها خلال هذه المده. فالهيئه المغربيه للقاء التواصلي ما كانش لعرض الحصيله فقط، ولكن لتقديم برنامج العام للملتقى الاعمال اللي عندنا ان شاء الله يوم 24-25 فبراير، واللي هو هذا الملتقى الاعمال هو غيكون من اجل تحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار بالمغرب، واللي غتنضم بشراكه مع غرفه التجاره والصناعه والخدمات وباقي المؤسسات الاخرى. طبعا غيكون ملتقى لمعرض للمقاولات في اربع قطاعات مهمه، وهي قطاع التكوين والاستشاره، قطاع الطاقات المتجدده، قطاع اعاده التدوير وتثمين النفايات، وقطاع الرقمنه. هذا الملتقى طبعا غيكون فيه ندوات موضوعاتيه، حضور تاكيد حضور وزير الصناعه والتجاره وكذلك وزير المقاوله الادماج الاقتصادي والمقاوله الصغرى، اضافه الى باقي المسؤولين الجهويين وكذلك الوطنيين ان شاء الله. فهذا الملتقى اول في دورته الاولى بمدينه طنجه، وان شاء الله غيكون له استمراريه في بقيه الدورات. حين يتعلق الامر بملف متعدد الاطراف ويستوجب تدخلا جماعيا كل من جهته وحسب اختصاصه، الا وهو دعم المقاولات بالجهه والترافع عنها، وتالي الجهه الاقتصاديه بمساهمه تصل الى ما يقارب 11% من الناتج الوطني الخام. هذه القوة الاقتصادية نعتبر أنفسنا شريكا مبدئيا للجمعيات المهنية الصناعية والخدماتية والرابطات التجارية، ولا ندخر جهدنا في الاتصال في الإنصات لمقترحاتها تصرفها مقرات الغرفة وبرامجها، ونوفر لها الدعم الواجب بما يخول لنا القانون والتكوين المستمر بما هو استثمار لا مادي في الموارد البشرية، يجعل المقاولة في مستوى رفع التحديات المنافسة ومتطلبات السوق. أما المواكبة سواء في تطوير بنيات المقاولة والبحث عن مصادر التمويل، فهو الضمان لديمومة المقاولة وتطورها، خصوصا في مرحلة الانطلاق الحرجة التي تمتد بين 3 و5 سنوات بعد خلق المقاولة. في إطار تعزيز الشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات، اليوم عقد الاجتماع على أساس تحديد تفعيل آلية التكوين وبرنامج عمل ديال الهيئة، والغرفة دائما مفتحة على الجمعيات والهيئات بصفة خاصة. أكثر هذه المبادرة، حنايا الغرفة استطعت تعد من جميع مجموعة من الشراكات مع جمعيات ومع مؤسسات، وحنا دابا عندنا مشروع شراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات اللي قدمت اليوم العرض ديالها في إطار تقديم المحاور ديالها والمشاريع ديالها اللي غادي تعملهم في الجهة ديالنا وفي على الصعيد الوطني. شكرا. ذات وزن ثقيل إن شاء الله اسمها الهيئة المغربية للمقاولات، وكل التوفيق. ما عنديش تساؤل استاذ رشيد لان كل مدحه، وكل التوفيق. شكرا. تفضل سي الحبيب الصحفي. يعني شنو هو الاجراءات اللي يمكن نقوم بها، او يتم ما يتعلق بالتكوين
والتمويل المستمر، وكيفاش يمكننا يعني نواجهوا هذه الصعوبات المستقبليه اللي هي تواجهنا كمقاولين على بعد. على غرار المخطط الوطني، المرأة رجع عندها دور بارز في المقاولات، خصوصا المقاولات الصغيرة. بعد ما ارتأت الهيئة المغربية للمقاولات أن الشريحة اللي كتمثلها المرأة المقاولة هي شريحة واسعة، طبعا ركزت وعطت أهمية كبيرة للمقاولة ديال المرأة. وفي هذا في نفس هذه الاستراتيجية يندرج لقاء التواصل اليوم اللي كيمثل واحد همزة وصل ما بين الحصيلة الماضية ديال العمل الدؤوب ديال الهيئة طيلة السنوات الثلاثة، وما بين المخطط المستقبلي خصوصا لسنة 2023 واللي ينطلق إن شاء الله بواحد القفزة نوعية في نوعية المداخلات والأحداث اللي كتنظمها الهيئة، ألا وهو الملتقى اللي أعلنا عليه اليوم في اللقاء. الخدمة يجيب العمل، فهذا هو الهدف. ملتقى معظم المقاولات الخدماتية هي مقاولات صغيرة. أن الملتقى هو فضاء مفتوح للتعارف المقاولات مع الرابطة للتواصل، فضاء للمعرفة كذلك، زيارة ديال الأروقة ديال المعرفة وفضاء للتواصل تبادل